السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج هيلثي لايف الرياضي. من خلال برنامجنا نساعدكم على زيادة لياقتكم البدنية وتعزيز صحتكم العامة وتحسين عاداتكم الغذائية. ومن خلال هذا الشهر الفضيل نحاول نقدم لكم قدر المستطاع من المعلومات والتمارين اللي تخدمكم في هذا الشهر. وأيضا عندنا فقرتين، الفقرة الأولى عبارة عن نصائح عن التغذية ونصائح عن التمارين، والفقرة الثانية نقدم لكم طريقة التمرين الصحيحة والخاطئة على أساس تستفيدون بالشكل الصحيح. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع جدا مهم، وهو بعض الأشخاص اللي يمارسون الرياضة في هذا الشهر الفضيل. في أشخاص وأغلب ما نقول أغلب الأشخاص، في الكثير من الناس اللي يتجهون حق الرياضة من خلال هذا الشهر الفضيل. ليش؟ لأنه يقول لك عندي فترة الصيام فترة طويلة، فعندي وقت كافي أني أقدر أمارس الرياضة من قبل الفطور ومن بعدها مثلا أتناول الغذاء. بعض الأشخاص ليش يمارسون الرياضة في هذا الشهر الفضيل؟ بحكم أنهم يحافظون على صحتهم أو يحافظون على وزنهم. زين، المفروض أنت أساسا إذا أنت تمارس الرياضة في أو بتمارس الرياضة في هذا الشهر، تحاول أنك على الأقل من قبل شهر أنك تمارس الرياضة، بحيث أن جسمك يتعود على هذا الروتين. ومن يكون الشهر الفضيل الجسم يكون مستعد، كامل الاستعداد حق الرياضة. ولكن إحنا راح نتكلم عن الأشخاص اللي يمارسون الرياضة في هذا الشهر الفضيل. طبعا دائما يختارون الرياضات الخفيفة، رياضة الهوائية أو رياضة المشي. طبعا ما راح يلعب مثلا تمارين الكروسفيت أو تمارين الحديد أو تمارين اللي فيها جهد عالي، لا، يختار تمارين خفيفة، لأن ممكن هذه التمارين الخفيفة تساعده بشكل كبير على خسارة الدهون، وخصوصا إذا كانت على معدة فاضية خلال وقت الصيام. طبعا ما نقول غلط، بالعكس، مارس الرياضة شيء مهم أنك تمارس الرياضة، ولكن الأفضل أنك تستمر الرياضة معك هذه إلى ما بعد هذا الشهر الفضيل، يعني تستمر على هذه الرياضة. ليش؟ مو عشان الوزن ولا عشان خسارة الدهون، على أساس صحتك العامة ووظائف الجسم تحافظ عليها. تلقى يمكن خلال هذا الشهر وظائف جسمك بدأت تتحسن أكثر، ولكن قامت تشتغل إلى الأفضل. مثلا عندك مجرى الدم قاعد يتحرك بشكل صحيح، سيولة الدم، ضخ الدم، عندك تقوية عضلة القلب، لياقتك البدنية تحسنت، أيضا بنيتك الجسمانية تعدلت نوعا ما. كل هذه الأمور بسبب أنك مارست رياضة خفيفة أثناء هذا الشهر الفضيل. فما بالك إذا مارست الرياضة على مدار السنة، راح توصل حق نتائج أفضل. ودائما الشخص طماع في الرياضة نفسها دائما يحاول يطمح ويوصل إلى الأفضل. فكل ما كنت طماع في هذه الرياضة، ولكن طماع على عقل من دون ما تضر نفسك، راح توصل حق أفضل نتائج حق جسمك. فبالتالي ما هو غلط أنك تمارس الرياضة خلال هذا الشهر الفضيل. إذا حاب أيضا تبلش الرياضة في هذا الشهر الفضيل، تمارس رياضات خفيفة جدا، مثلا عندك المشي والهرولة والجري الخفيف، وأيضا عندك ممكن تدخل بعض التمارين الخفيفة في سير المقاومة، على أساس تقوي أعصاب جسمك وعضلات جسمك وتحرك عضلات جسمك بالكامل. وخصوصا سير المقاومة من الأجهزة اللي تساعد بشكل كبير على استهداف جميع عضلات الجسم، إذا أنت حاب تستهدف أجزاء معينة من الجسم. وأيضا راح تساعدك على زيادة قوة العصب وزيادة الكتلة العضلية، وأيضا تساعدك بشكل كبير على زيادة مقاومة الجسم ما بينك وما بين سير المقاومة. فهذه الأمور مهمة جدا. حاول أنك دائما لما تمارس هذه الرياضة في هذا الشهر الفضيل، تدخل أيضا رياضة خفيفة معاها، رياضات خفيفة، من بعدها يكون جسمك مستعد حق أنك تمارس رياضة أخرى وفيها تكون شدة عالية وقوة أكثر من بعد ما ننتهي من هذا الشهر الفضيل. وهذا كان موضوعنا اليوم. إن شاء الله أتمنى الجميع استفاد منه. تابعونا من بعد الفاصل بتمارين جديدة. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل. راح أقدم لكم مجموعة تمارين مع جهاز الدامبلز موجود بجانبي،
أول شيء طبعاً راح أستهدف العضلة القطنية اللي هي أسفل الظهر في هذه المنطقة. طبعاً هذه العضلة مهمة جداً أنك تستهدفها وتقويها لأنها مرتبطة بعضلات كثيرة، سواء عضلات الظهر وعضلات أيضاً الأرجل الخلفية. ودائماً هذه العضلة من العضلات اللي أنت تستخدمها بشكل يومي، أي جهاز أو أي قطعة مثلاً من الأرض تبي تأخذها هذه راح أيضاً تحرك معك عضلة الظهر. فبالتالي بعض الأشخاص ممكن لما يشيل جهاز ثقيل، يشيل مثلاً معدات ثقيلة، يحس مثلاً آلام في منطقة الظهر بسبب ضعف هذه المنطقة. فقوي عضلة الظهر، ودائماً حاول أنك تركز عليها بشكل صحيح وما تهملها على أساس ما تسبب لك إصابات. أول شيء طبعاً راح يكون تمريننا الأول بهذه الطريقة، راح أنزل بهذا الشكل وأصعد بهذه الطريقة. طبعاً هذه طريقة التمرين الأولى، راح أشرحها أيضاً بالطريقة الصحيحة والخاطئة لأن أمر مهم أنك تلعب التمرين بالطريقة الصحيحة. أول شيء طبعاً راح أبين لكم الطرق الخاطئة لهذا التمرين. ممكن لاحظ طريقة الرجل مفرودة بالكامل، وأيضاً بالنسبة حق منطقة الصدر راح تكون انحناء بهذا الشكل، انحناء الظهر ايضا الى الخارج. هذه الطريقه خاطئه، ما راح استفيد من التمرين. الطريقه الصحيحه اول شيء طبعا لاحظ طريقه الرجل، طريقه الصدر الى الامام، اصعد بهذه الطريقه، لاحظ انحناء الظهر الى الداخل، فبالتالي صدري راح يكون إلى الأمام بهذه الطريقة، أنزل بهذا الشكل وأصعد بهذه الطريقة. عدد التكرارات 15 تكرار في 3 جولات. هذا التمرين الأول. التمرين الثاني راح يكون تمرين حر، راح أثبت الجسم بهذه الطريقة، لاحظ راح ارفع الذراع والرجل بهذا الشكل، اثبت لمده تقريبا 30 ثانيه، من بعدها اريح جسمي بهذه الطريقه، ايضا اثبت لمده 30 ثانيه، اريح جسمي بهذه الطريقه. طبعا بالنسبه حق طريقه التمرين لاحظ ان الرجلين راح يكونون الى الاعلى، وايضا الذراع ارفعها الى الاعلى بهذه الطريقه، بمعنى احرك الجسم بهذا الشكل، انزل ايضا بهذا الشكل. عدد التكرارات راح يكون او عدد الجولات راح تكون 3 جولات في 15 تكرار. هذا بالنسبة حق التمرين الثاني. التمرين الثالث أيضا راح نلعبه تمرين حر، راح يكون كالتالي، راح أنزل بهذا الشكل وأصعد بهذه الطريقة والثبات. طبعا هو نفس التمرين الأول ولكن من دون وزن، ولكن راح أثبت جسمي لمدة 30 ثانية أيضا. هذا بالنسبة حق الجولة الأولى، أيضا ثبات بهذه الطريقة وبهذا الشكل. طبعا عدد الجولات راح تكون 3 جولات في 30 إلى 50 ثانية حسب لياقتك البدنية بالنسبة حق عضلة الظهر. وهذه كانت تماريننا إن شاء الله في هذه الحلقة، أتمنى الجميع استفاد منها. تابعونا بحلقات مقبلة بتمارين جديدة، وتقبل الله طاعتكم. We'll be right back.